لكن هعرض بعض الشيء على القضاء الإداري اللي هو معظم شغلكم أسهل شغل، والشغل يعني إيه اللي تؤدي فيه وتبدأ فيه. بداية أكلمكم كأستاذ ليكم وأب وأخ ليكم وأولاد متخرجين وأماكن زيكم كده وأماكن تانية، يعني أتكلم معاكم إن أساس المهنة الأخلاق، إذا تجردت منها فلا مهنة لك، سواء كنت طبيب، مهندس، محامي بصفة خاصة، أخلاقك هي سلاحك، سمعتك وشرفك، سمعتك وشرفك هم رأس مالك، هم رأس مالك. حطوا الكلام ده، ضعوا الكلام ده في أذهانكم. فمن تجرد عن دين وعن خلق فليس يرفعه علم ولا أدب. فالعلم والدين والأخلاق إن جمعت لأمة بلغوا في المجد ما طلبوا. دينك أخلاقك. كنت مسافر الدول الشرقية والدول الغربية، وهنا كنت بشوف المسلم وغير المسلم، ما عارفش الفرق ده من ده، لأن كلهم أخلاق واحدة في سلوكياتهم في المحاضرة، سلوكياتهم في الحديث. إذا عبر عن دينه بأخلاقه، ممكن تجد واحد صاحب دين معترف به ولا أخلاق له، ولا عكس، وعنده أخلاق، فطرة إنسانية، فطرة إنسانية. فدينك أخلاقك كما قيل الدين والمعاملة. طيب النهاردة مش هتعرض لأسوأل ليكم، لكن هبتدأ معكم كأنكم كلكم أساتذة، لكن مدى فهمكم للقانون؟ لو أنا سألت وأبناء عزوكم أحسن مننا، بس تعتزوا بنفسكم، اعتزوا بنفسكم، أضيفوا للمهنة اللي انتم تهنونها. فساعدت الأمين العام وما اتكلمت، أنا محامي النقط، أيوه عميد كلية وأستاذ قانون عام تشريعات اقتصادية، لكن أنا بقدم في الكارت بتاعي محامي النقط، حتى لو داخل رئيس المحكمة النقدة أو الدستورية. المحامين كانوا بيسوقوا البلد من زمان، كان منهم رؤساء الوزراء والوزراء، كان مدرستكم مدرسة الوزراء. ليه تراجعتم؟ اعتزوا بنفسكم شوية. لو أنا سألت سؤال وبدأت وسألت الأستاذ اللي قاعدة دي، وتفضل ايه اللي ممكن تدرسيه في القانون العام؟ انت بتحضري محاضرات في الجامعة؟ أنا واضح يعني، بس انا قلت من البداية. تفضل اسمع، تفضل فهم. ايه اللي كنت تدرسه في القانون العام؟ بدرس القانون العام في الجامعة، ماشي. ايه هو القانون العام؟ ايه مواده يعني؟ انت درست؟ درست ايه هو؟ يعني الاستاذ بينام ده، ايه اتفضل اتفضل، يعني ايه قانون عام؟ فروعه ايه؟ قانون اداري، قانون دستوري، قانون الدولي العام. لا قول لي فروعه كلها عشان ابدا معاك. كويس انك اتكلمت، اللي الدوله طرف فيه. طيب فروعه ايه؟ قانون الجنائي، قانون الاقتصادي، ها؟ دي فروع القانون العام اللي الدولة طرف فيه. كل القوانين، كل الدولة طرف فيه. انا ما بتكلمش عن قانون خاص. اتفضل. اللي بينظم علاقات الافراد بعضهم ببعض. لا. انا بتكلم معاكم النهارده في مجال القانون العام اللي الدولة طرف فيه. طيب. مقاومات الدولة. اتفضل سعادتك كده. الدولة دي عبارة عن ايه؟ عشان ادخل معاكم. الدولة دي عبارة عن ايه؟ مقاومتها ايه؟ اركانها ايه؟ كويس. شعب وسلطة واقليم. شعب وسلطة واقليم. اتفضل.
أول بدأنا بدأنا بإيه؟ بالشعب. مين الشعب؟ إحنا مش أنا الشعب. ها؟ وفي سلطة. السلطة دي بيفرز من خلالها وتفرز من خلال الشعب. السلطة والشعب مسؤولين عن حماية الإقليم. طب حماية الإقليم اللي هو إيه؟ حماية من فيه؟ أفراد، جماد، حيوان، نبات، دفع أي اعتداء عنه. كذلك النقابة بالنسبة لكم هي السلطة اللي بتحميكم. فنقدر نقول ده يدخل في مجال القانون العام ولا القانون الخاص؟ نتكلم عن النقابات. إذا أنا أعرف حاجة في حديثي معاكم، أن العلوم الإنسانية كلها مترابطة ببعضها ترابط لا يقبل التجزئة. تدرس قانون، تدرس سياسة، تدرس قانون، تدرس اقتصاد، تدرس أداب، تدرس تاريخ، تدرس شريعة، مترابط. المحامي بقى ربنا حباه بكده، أن رجل جامع مانع، جامع مانع، كل العلوم عنده، بخلاف العلم التجريبي. الطبيب متخصص في الطب، المهندس متخصص في الهندسة، انت بقى متخصص في كل حاجة. شو بقى انت راجل جامع مانع، انت بتتولى امور كل الناس دي، بتنظم امور كل الناس دي. فانتوا ما انتوا عارفين الانسان منذ ولادته حتى وفاته وتنظم امور حياته قوانين. عندما تولد بشهادة ميلاد صح، تتعلم بتروح قانون تعليم، صحة بتتعالج، تتوظف قانون توظيف، بتتجوز قانون أحوال شخصية، ها حاجة تانية، إلى أن يموت الإنسان بتطلع له شهادة وفاة. إذا كل حياتك كلها بتنظمها قوانين. القوانين دي بقى مين بتنظمها؟ الدولة. من يسن القوانين؟ من يعد القوانين؟ أنتم مع احترامي في اللفظ ترزيت القوانين، أنتم الأساتذة المدركين للواقع اللي احنا عايشين فيه، الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بخلاف القاضي. القاضي موظف دولة ينطق بما يعني يحكم بما تنطق به الأوراق. انت اللي بتصنع الأوراق، انت اللي بتوجه الفكر ليه وعليه. اذا كبداية اقول أن القانون العام اللي احنا بنتكلم عنه وضع من قبل الدولة، تم سنه أو شرعنته عن طريق مجلس النواب. طيب القوانين العامة دي بتنظم العلاقة بين الدولة والمنتمي إليها. فما أقول القضاء الإداري هو بيحاكم مين؟ ها؟ يحاكم ولا محامي ولا خصم ولا ايه؟ هو خصم مين؟ احنا نختصم مين امام القضاء الاداري؟ نختصم الدولة. خليكم معايا خطوة خطوة. نختصم مين؟ مين؟ طب والدولة هختصمها بشكل ايه؟ ايه علاقتي بالدولة اللي اختصمها؟ ها؟ الدولة معنى أنا أختصمها أن هي أخطأت في نظري. طب أختصمها صورة الخطأ ده متمثل في إيه؟ قرار. قرار إيه؟ كل القرارات الإدارية ولا القرار الإداري المعيب؟ قرار إداري في محل الطعن بس، حتى يكون محل ما قرارات بتصدر بألاف القرارات، لكن قرار إداري إيه؟ معيب. إذا محل الطعن عليه أمام القضاء الإداري القرار الإداري المعيب. طيب إذا كده حاكم القرار أمام القضاء الإداري، وجدت إن القانون نفسه مخالف للدستور، أطعن عليه أمام من؟ محكمة الدستور. أنا شايف في التجاوب من قبل الجماعة اللي كنا نتكلم لابسين ومش لابسين، أنتوا يتم اختصامه أو يتم الطعن عليه من قبل مين؟ أمام محكمة الدستورية العليا. إذا من يحاكم القانون؟ المحكمة الدستورية العليا. من يحاكم القرار؟ جميل. فما هو القرار؟ فما هو القرار؟
ركز في ده يا دكتور. حاضر. لأن حاجة مهمة. حاضر. القرار الإداري هو إفصاح. ركز معي. إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وممكناً قانوناً. تعريفه دي أكثر من تعريف بزيادة تعريف أنا تاني. الإدارة بتفصح عن إرادتها. سلطة بوصفها إيه؟ سلطة. إرادة ملزمة ولا غير ملزمة؟ ملزمة. مش عاجبك روح ارفع اطعن عليه. هاي الهدف من القرار. الهدف من القرار ان انا اصدر قرار لهدف ان انا اصدر قرار ولا ليه اثار؟ اذا الرجل الادارة الواعي قبل ما يصدر القرار يبحث عن اثار القرار. زي انت راجل عاوز تتجوز. تتجوز ليه؟ تتجوز هتتجوزي ليه؟ اذا هناك اثار وتبعات. هو جوازك ده مش قرار؟ ها؟ طلاق ده مش قرار؟ عملك مش قرار؟ قرار. إذا أي إنسان واعي قبل أن يصدر القرار بيبحث عن تبعات القرار، آثار القرار. فمن خلال التعريف بقول إيه؟ بقصد إحداث أثر قانوني معين. أنا بصدر قرار بتعيينك في مكان ما، بصدر قرار بإحالتك للتأديب، بصدر قرار بترقيتك، بالخصم منك. أنا عاوز أحدث أثر قانوني معين، بس بشرط ألا يصطدم باللوائح. وما أقول ألا يصطدم باللوائح معناه ألا يصطدم بالقانون، لأن القرار بيصدر بناء على إيه؟ لائحة ولا قانون؟ لائحة. واللائحة دي بنسميها التشريع إيه؟ الفرعي. إذا النهاردة القرار لابد وأن يكون متوافقا مع اللائحة، تمام؟ طيب واللائحة بدورها متوافقة مع القانون. طب والقانون بدوره إيه؟ إذا نمسك القرار. إذا أردت أن أحقق مشكل القرار أشتغل عليه. فبقول القرار الإداري يعني يحدث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزا مشروعا. إذن أركان القرار الإداري اثنين أو عناصره اثنين، الإمكان والمشروعية. الإمكان يعني القرار يكون إداري ممكن، مش هقول إيه أصدر قرار بتعيين كل خريج كلية الحقوق معيدين. هل قرار ممكن؟ قرار مستحيل. ها؟ مشروع أصدر قرار يعني بإباحة المشروبات الكحولية في النقابات، ده قرار إيه؟ ده معنى المشروعية وعدم المشروعية، ده مخالف للقانون ومخالف للشرع. والإمكان زي ما قلت لكم كمان يشتري سمك في الماء أو طير في الهواء، مش ممكن يعني. إذا أركان القرار أو عناصر القرار الإمكان والإيه والمشروع. هذا القرار طبعا أمي هناخد نماذج عشان نطعن عليها. هذا القرار أنا بطلب به عندما ألجأ للقضاء الإداري أو تعويض. إذا اختصاصات مجلس مجلس الدولة عبارة عن إيه؟ القضاء الإداري إيه؟ ها؟ إلغاء، تعويض، في حاجة تالت تأديب. تاني إلغاء، تعويض، تأديب. الغاء ايه؟ قرار. التعويض عن ايه؟ عن اثار قرار. التأديب انضمت ليه اختصاص ثالث بقى سلطة التأديب، واصبح هناك عضو نيابة ادارية يمثل سلطة التأديب هناك في مجلس الدولة في المحاكمات التأديبية. اذا هنا ادينا ماشيين خطوة خطوة. صدر قرار معيد من جهة الإدارة وانت كراجل محامي، قالك موكل يا أستاذ يا أستاذة صدر قرار إداري يتخطاني في الترقية. كويس. شكل تاني
صدر قرار إداري بالخصم من راتبي. شكل ثالث، صدر قرار إداري بإحالتي لمجالس التأديب. شوف الصور دي كلها، إيه العلة الذي بعدد الصور دي؟ لكي نتوقف عند الشكل ونبحث في الموضوع. ما أقول إنسان صدر قرار إداري بتخطيه في التعيين في الترقية، أعمل إيه؟ كمحامي بقى، ها؟ تفضل. أطعن على طول كده؟ على طول؟ ها؟ تفضلي. تفضلي يا أم. تظلم لمصدر القرار. تفضل خليك واقف. اتظلم لمصدر مين؟ قرار. جميل. التظلم ده ليه فترة؟ هل الإدارة ملزمة بالرد؟ ملزمة؟ أنت ما ردتش. يعتبر رفض ولا قبول؟ خلاص؟ أبقى أنا اتخذت إجراء. اتخذت إيه؟ أولا حاجة عملت إيه؟ تظلم من القرار. ثم بعد ذلك ها هعمل ايه؟ كمل الشكل. هعمل ايه؟ لجان فض المنازعات. لجان فض ايه المنازعات؟ باخد رقم. هل يشترط ان انتظر حتى تصدر لجنة فض المنازعات قرارها بالقبول او الرفض؟ لا مش لازم. المحامي بياخد الرقم اللي بيسجله في فض المنازعات ويذهب الى المحكمه، ثم بعد ذلك ياتي القرار سواء كان رفضا قبولا او ايجابا. خلاص. ولذلك كنا اكثر الناس اعتراضا على هذه اللجان، لان هذه اللجان يفترض تفضل انها بتعاون السلطه القضائيه، بتخفف عن كاهل السلطه القضائيه، بتحل المشاكل الاداريه وتوفر للدوله ولا ترهق المواطن. اصبح النهارده مجرد اجلاء شكلي، موظف قاعد رفض رفض رفض، كانه جاي لاجل ان يكتب كلمه رفض وياخد رواتب، ثم بعد ذلك المواطن بيذهب للمحكمه، والمحكمه والجامعة المؤسسه اذا خسرت مين بيدفع مصروفات الدعوه؟ انا واحد المؤسسات مع الرئيس رحت لقيت معلوم مصروفات قضائيه، تخيل تخيل كم كده؟ 800 مليون جنيه. شوف شوف اللي هذه المؤسسات لو تم رفع قضيه نفقه عليها المحامي يكسبها. طيب ايه؟ مين 800 مليون هيجيبهم منين؟ من ايه؟ ما من كنده، من موارد الدوله المفترض اللي هي بتوجه لبناء المجتمع. اذا شوفوا القصور. اذا خليكم ماشيين معايا. لجأنا للجنة فض المنازعات، فض المنازعات ما ردتش، ردت ما اثرش معايا، برجع برفع ايه؟ الدعوة. طيب رفعنا الدعوة امام المحكمة، بطلب ايه؟ الغاء القرار او التعويض عن اثار القرار. اجي امام حاجتين، في شق مستعجل وشك موضوع، في قرار لو يلغى الان الدنيا هتبوظ. عنصر استعجال ولا لا؟ عنصر استعجال. الجديد في مجلس الدوله، الجديد في مجلس الدوله ان ما بينظر الشك المستعجل مع الشك الموضوع الجديد، في حين ان انا بستعجل مجلس الدوله ليرفع عني الاثار المترتبه. الله، انا راجل خصمت راتبي هعيش ازاي؟ يبقى ده شك مستعجل ولا شك موضوعي؟ انا لا، انا اديله راتبه. لا يجوز خصم اكثر من ربع الراتب ايا كان الفعل اللي انت ارتكبته. ازاي توقف لي راتبي؟ يبقى ده شك مستعجل. يبقى هنا كيفيه، انا بكلمك ككلام فعلي انت كمحامي، اما الكلام الاكاديمي الموضوعي ده شكل تاني اتكلم فيه. بقول لك دلوقتي ماشي معاك اجراءات اهو، امور اجرائيه. تظلمنا، لجأنا فض المنازعات، رفعنا الدعوة. رفعنا ايه؟
اجي هنا في قرار له مدة وفي اسلوب لكي اهرب من تحصيل المدة. متى يحصل القرار الاداري؟ ها؟ كم يوم؟ بمرور 60 يوم من تاريخ ايه؟ صور. لو رفعت دعوة بعد هذه الفترة يرفض الطعن ايه؟ شكلا مهما كان، شكلا علم حقيقي، علم يقيني، علم حكمي. خلاص؟ سوريش ده جاليش جواب، لا ممكن تعلم حلم حكميا. راح الشغل يقول لك لا انت موقوف عن العمل، انت موقوف عن العمل، بس خلاص عرفت بأي وسيلة. إذن هنا القرار لابد ألا تكون قد مضت الفترة القانونية عليه اللي هي كم يوم؟ 60 يوم. طيب، طب أنا عاوز أخلق قرار، القرار انتهى، عاوز أجدد المدة، الرجل هيضيع مستقبله، أعمل إيه؟ ها، هل انتوا درستوا حاجه اسمها امتناع الامتناع السلبي لجهه الاداره؟ سمعتوا على الحاجه دي؟ الاداره اعلنت عن توظيف بعض خريجي كليات الحكم، ثم لم يصدر قرار بالتعيين، لم يصدر قرار بالتعيين، نسميه اذا قرار سلبي. هل هذا القرار السلبي يتقيد بمدة؟ تاني، يتقيد بمدة؟ لا، لا يتقيد بمدة. فيجوز عن لكل ذي مصلحة أن يطعن عليه في أي وقت. في أمور، وأحكي لكم بعض القضايا استطرت معاكم فضل بعض القضايا، لكن أنا بقول هنا هذه إجراءات، ما إذا كان القرار الفترة القانونية بتاعته قائمة أو انقضت الفترة القانونية بتاعته. طيب انقضت الفترة القانونية بتاعته والرجل هيضيع، الموظف أو الموظفة هتضيع، هعمل إيه؟ أنا بكتب تظلم أو طلب لجهة الإدارة، بقول له كأني بطلب شيء من جديد، أنا برمي الورقة دي بغية إيه؟ أنا بخلق واقع جديد، بخلق واقع إيه؟ عشان أتخلص من الفترة اللي هي انقضت دي وأجدد مدة جديدة، ويتم رفع الدعوة، ويتم رفع الدعوة. من الأمور بقى اللي تهمكم وهتشتغلوا فيها كتير المتعلقة بقوانين ثلاثة. نظام الخدمة المدنية، حد يعرف رقمه؟ 81-16 81 ايه؟ اللي هو كان 47-78. نظام العاملين بالدين بالدولة أصبح نظام الخدمة المدنية رقم 81-16. ده متعلق بمين؟ بالموظف العمومي في مصر كلها، المدني في مصر كلها، لكن حاجة سمعناها الكادر العام والكادر الخاص. الكادر الخاص تنظمه قوانين، والكادر العام تنظمه ايه؟ كادر الخاص زي ايه؟ ها؟ ايه؟ ده مش كادر خاص، قضاء، الجامعة، الشرطة، جيش، دي كوادر خاصة تنظمها قوانين خاصة. تاني، كوادر خاصة تنظمها قوانين خاصة ولها ولها دوائر خاصة. فنمسك مين في المدني؟ طب المدني مين؟ الجامعة مثلا، أستاذ الجامعة كادر خاص ينظمه قانون خاص. لا، تاني بقول كادر الجامعة، أمور كادر الجامعة يتناول أستاذ الجامعة، أستاذ الجامعة بس، دكاترة بس، مش المعيدين ولا المدرسين المساعدين كمان، ده يروح شو قانوني. لكن بقول كادر الجامعة بيتناولوا ايه؟
قوانين خاصة. ايه القانون اللي بيحكمه؟ حد يشتغل فيه؟ 49-72 قانون تنظيم ايه؟ الجامعات. طيب الازهر فين من دول بقى؟ مش الازهر ده مؤسسة علمية ثقافية، اكبر مؤسسة في العالم من حيث العدد ومن حيث الكليات، عندي 90 كلية في الازهر وغير الكليات الموجودة في الدول التانية. بينظموا قانون اسمه القانون 163. 103 الشريعة العامة بتاع 49 و72 72 و103 61 81 16 تاني، لأن الأزهر والجامعات كلهم إيه؟ مدنيين ولا عسكريين؟ طب القانون اللي بيحكم المدنيين قانون الخدمة المدنية اللي هو 81. فإذا ما فقد النص، وهضرب لكم بقى قضية لجأنا فيها، ما لم نجد النص هنا ولا هنا بل وجدناه هنا وتعاملنا معه، رغم ده قانونا يعني. أبا هنا إيش؟ هنا الشريعة العامة لكل القوانين المدنية 81-16 ألجأ إليه متى؟ إذا ما فقد النص في قانون الكادر الخاص. قانون الكادر الخاص. طب نضرب مثال، نضرب مثال. استاذ جامعه، وحطوا الامثله دي في ذهنكم وانتوا تدرسوا وترجعوا ليها وتشوفوا احكامها. رجل خلوق عالم في مجال دقيق اختلف مع احد الموظفين. كان الراجل بيرعى اولاد اخوه اليتامى، فكان اولاد اخوه اليتامى دول عندهم شركه عقارات، شركه عقارات. الراجل بحكم موقعه وبحكم انه وصي عليهم ذهب الى جهه تنفيذيه بيطلب منها تسهيل اجراءات ايه؟ العقار، عمارة بيعملها وتسهيل هذا العقار. فطبعا انتوا عارفين الحكم المحلي، ها؟ فاختلفوا فلفقت لهذا الأستاذ قضية رشوة، قضية رشوة. خلينا ماشيين معايا عشان تعرفوا جهة الاختصاص عملت ايه والمحاكم عملت ايه وجهة العمل عملت ايه. لفقت له قضية رشوة على اسرها الرجل وضع في الحبس. طب ما بقى اقول الرجل ده، هل من سلطة التحقيق، من سلطات جهة التحقيق ان تضعه في الحبس بدون مخاطبة جهة عمله؟ ها حاجة خارجية. جميل. انت كمحامي، خلينا بقى نمشي حاجة حاجة، انت كمحامي بقى سعادتك ارتكبت فعلا ما، مخالفة ما، هل يجوز لجهة التحقيق أو أن تقتحم مكتبك أو أن تستوقفك إلا بعد استئذان مين؟ خلي بقى رابطه إذا قانونكم كده. لا ده القانون التاني كده برضه. إذن هنا الله، ده راجل كادر خاص حلو جهة عمله، جهة إيه؟ عمل. المهم الراجل حبس وقعد محبوس احتياطيا فترة طويلة. أثناء حبسه الاحتياطي ده هو منقطع عن العمل ولا بيزاول العمل؟ ها منقطع. المفروض جهة العمل تعمل ايه بعد كم؟ 15 يوم متصلة او 30 يوم ايه؟ ما حصلش. الراجل ده فين؟ ما بقولكوش عنه ليه؟
طب ياخد راتب ولا ما بياخدش؟ ها؟ بياخد راتب. افهموا معايا القضايا بتمشي ازاي. عشان ما يقعدوا تفرعوا تبحثوا. اتعلموا البحث. شوف كم موضوع. اتكلمنا في الصفه استاذ جامعه. اتكلمنا في الفعل قضيه الرشوه. اتكلمنا في العمل الاخر ليها عنده اداء عمل. اتكلمنا في الراتب. كل هذه امور متعلقه بواقعه. الواقعه دي جنايه ولا ايه؟ مش جنايه؟ مش قضيه رشوه؟ طب تعالوا بقى. فوقينا الراجل القضيه كانت مرافقه طرفي جيد. خد حكمه بالحبس. بالسجن 3 سنين. قضى 3 سنين والراجل لم يصدر له قرار بالفصل من عمله. 3 سنين بياخد مرتب وهو فين؟ طب وده قانون جايز؟ وده جايز قانونا؟ الخطأ هنا خطأ من؟ جهة العمل. هل الراجل عليه عيب؟ كمان فقد في الصحراء مش عارفين نوصل نتصل بحاجه مراته ولا اولاده. خلي بالكم القضيه ماشيه ازاي. جاء عصفوره من العصافير بلغت جهه الاداره ان الراجل ده ايه ده سجن وطلع من سجنه وراح يستلم عمل عادي ومضى. اللي جهه الاداره عشان تعالج الموقف بسرعه ها جت حولته ايه لا هنا السؤال افهموا بقى معايا. حولته لمجلس التاديب بدون مرور على ايه يعني يا بوز ليا ده اروح المحكمه على طول بدون ما يحقق معايا. شوفوا الاخطاء عشان تتعلموا ازاي تبحثوا في القضايا. انتوا ماشيين معايا خطوه خطوه. احالته لمجلس ايه؟ هي عارفه ان الاجراء ده صح ولا خطا؟ بس عملته. بس عشان هي تطلع من ايه؟ بعيد عن المساءله، بعيد عن المساءله. طبعا انا عرفت الموضوع. فقعدت افحص الموضوع خايب. اي قرار هيصدر من مجلس التاديب قرار ايه؟ باطل. بل مش قرار باطل. قرار منعدم. قرار ايه؟ منعدم. يعني ولد ميتا. لانه مبني على ايه؟ مبني لا مبني على غش وتدليس. هو محل مجلس التقديم. انت بتغرر بالدوله، بتغرر بالجهه الاختصاص. ما انت بتغش، ما قلتش لي الحقيقه ليه؟ اذا قرار منعدم. الراجل احيل لمجلس التقديم فاصدر مجلس التقديم قرار بعزله. قرار ايه؟ هنا بقى توقفنا. كل الاجراءات السابقه كلها اجراءات باطله. طب انت اصدرت قرار بعزله استنادا لماذا؟ للقانون الكادر الخاص ام الكادر العام 81/16 ام قانون العقوبات؟ ابحث انت بقى يا استاذ محامي. عشان كده بقول لك في بدايه الحديث يا اولاد احنا بندرس قانون عام عباره عن ايه؟ مش قلنا جنائي واداري ودستوري؟ في ارتباط. ارتباط لا يقبل التجزئه، مكمل لبعضيه. فهنا هو اساله بقى انت استندت لايه؟ انا استندت للكادر الخاص. قلت له هات لي النص. مفيش نص. استندت لايه؟ للكادر العام. هات لي النص. مفيش نص. استندت لايه؟ لقانون العقوبات. هات لي النص. جاب الماده 25 من قانون العقوبات. الماده التي تعد 9 حالات يعزل فيها الموظف العام من عمله. 9 حالات يعزل فيها الموظف العام من عمله اذا ما ارتكبا جنايه او جنحه مخله بالشرف. مخل ايه؟
وتوقف النص. فذهبت الى نظام الخدمه المدنيه وجدت الماده 94 بتقول ايه بقى؟ اذا ما ارتكب الموظف العام جنايه او جنحه مخله بالشرف للمره الثانيه يعزل. هي شفته جديد؟ ما في هنا. اين تقع مصلحه المتهم؟ في اعمال 25 ولا اعمال 94؟ انت بقى كمحامي تشتغل ازاي؟ تشتغل ازاي؟ تبحث هل في احكام في هذا الموضوع؟ ايوه في احكام. فبحثت خلف الموظف العام ورحت لجهة الاختصاص، جهة عمله، خليته قدم ايه؟ تظلم ان الراجل لم يحقق معه وتم احالة مجلس التأديب بدون تحقيق، فبالتالي الاجراء ايه؟ باطل. فاعمل لي عدد اجراءات. فعلا عملوا عدد اجراءات واستلم ايه؟ عمله واخذ راتب. في هذا التوقيت كان تم الطعن امام ايه؟ محكمة النقض. تم الطعن امام محكمة، مش بالتوازي، انت راجل محامي مسؤول مؤتمن، مستقبل انسان، انسان عالم له اسرة سوية، اقل من فيهم دكتور، اقل من فيهم او اعلى من فيهم دكتور، ثم هي قوي، خلي بالكم كله اتخذ سمعتهم. ابوهم العالم مرتشي اسيء اليوم، فصل من عمله، تم رد اعتباره، عودته الى عمله، وثم بعد ذلك بداوا يحققوا معاه، ثم راح مجلس التاديب، ثم عزل للمره الثانيه. فكانت المعركه امام القضاء الجديد. خلاص زمان من دول كانت المعركه فين؟ انا حاكم بقى ايه؟ حاكم قضاء ولا حاكم قرار؟ حاكم ايه؟ اما اقول مجلس التاديب بيصدر ايه؟ ها مجلس التاديب ده مساله ايه؟ مش محكمه اول درجه، يطعن عليها امام محكمه الاداريه العليا. فاهم كويس؟ مجالس التاديب محكمه ايه؟ يطعن عليها امام المحكمه الاداريه العليا، يعني ما يطعنش عليها امام محكمه القضاء الاداريه لان هو محكمه، مجلس التاديب محكمه، لكن انت ما قلتليش ده حكم، قلت لي قرار. لانه يصدق على قرار مجلس التاديب جهة الاختصاص، فتصدق عليه في شكل ايه؟ قرار. شكل قرار. فعلا صدر القرار من مجلس التاديب، من جهة الاختصاص التي ينتمي اليها مجلس التاديب، بعزل الموظف العام. فكانت المعركة امام المحكمة الإدارية. معركة بقى على ما فات وعلى ولا على القرار الجديد المعيب؟ ها ايه بقى الاثنين؟ ها انا كنت بطلع على القرار الجديد ولا القديم؟ لا الجديد. خلاص بقى مالك احص منتهى، انا بطلع على قرار جديد اللي هو الحكم مين؟ ما انت شين ده؟ احنا كنا بنطلع على قرار مجلس التاديب. مجلس التاديب قال ايه؟ الشخص ده يعزل من ايه؟ لان التحقيقات اثبتت ان هو ايه؟ كذا، ووفقا لنص الماده 25. خلاص كده. فلجأنا لمحكمه القضاء، المحكمه الاداريه العليا. اللي متابع منكم واللي من شكلكم ما اشتغلتوش في مجلس الدوله او اشتغلت في القضاء الاداري، في هنا نقطه فاصله ما بين صدور قرار مجلس التاديب وبين النقول المحكمة، في طرف ثالث غائب اللي هو يؤمن على قراراته.
لا، اللي حصل ان كان لابد وان يكون لمجلس الجامعه بصفته السلطه المهيمنه على الجامعه ان يكون القرار صادرا منها لا من رئيسها. القرار يصدر من المجلس كله ولا يصدر من رئيس المجلس. فما وحص الموضوع لقيت القرار صادر من مين؟ من المجلس. اللي يعمل ايه؟ مجلس الجامعه ده هو اللي طلع ايه؟ قرار. يقول لك قرار مجلس الجامعه مش قرار رئيس الجامعه، لان رئيس الجامعه خصم. هو من الذي احال الاستاذ الجامعي مجلس التاديب؟ عندما يحيل الى مجلس التاديب تغلي يده، خلاص اكتفه، انت اصرت خصما فكيف تكون حكما؟ فتغلي يد رئيس الجامعه عن اتخاذ اي اجراء، ومن هنا بطل القرار. بطل القرار. هل تدخلت في الموضوع ولا كل ما ابحث في اجراءات شكليه؟ بس من هنا تاتي فطنه المحال. الانسان اللي زيكم لابد ان يتحلى بالثقه بالنفس واكرم اسلوب الخطف اللي تعود عليه الاجيال الحاليه. احفظ كلمتين او دبل شيت صح وخطا، مصيبه مصيبه. ده انت رجل دوله، رجل بتدافع عن مجتمع. كنا بندرس قانون الاجراءات الجنائيه 2000 صفحه، 2000 صفحه. كنا بنكتب سنه خمسه كليه وانا خريج شرعي قانون، بنسمع القران كله كله. كنا بننجح 17 طالب على مستوى الجمهوريه، مش على مستوى الجامعه، 17 طالب. تعالى النهارده اشوف ابني في حقوق عين شمس في سنه رابعه، بقول يا ابني وبعدين انت المواد بتاعتك؟ انت بتحضر؟ يقول لي هو مفيش حد بيحضر. طب بتدرس ايه؟ وريني كده الامتحان الاول. لقيت امتحانات عين شمس اكثر تميزا عن كليات اخرى. اسئله مقاليه، طب فين الكتاب؟ مفيش كتاب. فين يا ابني؟ في سي دي. يعني سي دي هو شغل بيزنس. السي دي هتشتغل كهرباء صح؟ والكهرباء تشتغل مع النت، وهكذا وهكذا وهكذا. الضحيه مين؟ المواطن العادي. مين اللي بيدفع؟ ودايما صار جاهز ان هو جاي. فبتكلم معاه في القانون الاداري وال اصول الفقه اعتقد او حاجه زي كده. لقيت النظام ايه بقى؟ هات وخد صح وخطا. طب تخيل انت بقى، انت راجل قاضي وراجل محامي، محامي دوله، محامي في افراد، هتطلع تقول المحكمه صح وخطا؟ اذا مين الضحيه؟ مين بقى اللي انصفهم؟ فين بقى المحامي؟ اخي هارون هو افصح مني لسانا، فين؟ اذا هنا المحامي لابد ان يتحلى بالثقه بالنفس وبالاطلاع الدائم. وتحسسوا يا جماعه، احنا درسنا لكم في سنه اولى كليه نظام النظم السياسيه، ثم نظم دستوريه، ثم اقتصاد سياسي، ثم نظم دوليه. درسنا ولا ما درسناش؟ ايه العله؟ انك تكون راجل جامع، عندك حس سياسي، حس اجتماعي، حس اقتصادي، لانك انت هتصنع تشريع. اذا افتقدت هذه الامور كيف ستكون محاميا ناجحا؟ قاضيا ناجحا؟ استاذا ناجحا؟ اسلوب الخطف ده مش هينفع. تريسوا تريسوا يا شباب واقراوا. ادي لك قضيه اهو، اتفضل معايا يا رئيس. قضيه اهو فرعنا منها كم فرع، دخل فيها القضاء الجنائي صح؟ ودخل فيها القضاء، اتفضل، دخل فيها القضاء الجنائي، ودخل فيها القضاء الاداري، ودخل فيها مجلس التاديب، ودخل فيها محكمه النقض. قضيه واحده، قضيه واحده. ما انت بتسعى لمين؟ انت كمحامي بتسعى لمصلحه موكلك صح ولا غلط؟ طب مصلحه موكله وانت غايبه عنك كل هذه الامور، هجيبها له ازاي؟ اخدت منه اتعاب ليه؟ ايوه انت ملزم ببذل جهد وجهد وعنايه، بس هي وطلع نتيجه. ايا كانت النتيجه وطلع نتيجه،
اعتبر مسجل ملزم بهذا الجهد وعناية. الجهد والعناية فين؟ أنت كطبيب كيف تترك المريض في العناية المركزة يموت؟ أنت معتمد عليه إزاي؟ أنت كطبيب ولا تغضب من موكلك، فموكلك صاحب المصلحة دائما أرعم، فهو كالمريض متشبث بيك، لا تحتكره لا تستغله. قضية زي دي فضلنا وراها، ايه اللي خدناه سوى ان احنا اثبتنا براءة مين؟ المتهم من مؤوس اللي ايه؟ ليه؟ والراجل عدى عمله وبيرفع دعوة تعويض وقت على فين؟ بس هنا تطلب مني ان انا ابحث فين؟ وانا استاذ قانون عام ابحث في الاداري والدستوري والجنائي والاقتصادي، ما قلتش لا انا حافظ دي بس، لا هو ده القانون العام بقى، هذا القانون الله يبارك، ده القانون العام، ده القانون العام اللي انا قلت لكم في البدايه. القانون العام ده ايه؟ كتله مترابطه كده، ما بحس قضيه في مجال الا اقرا كل الكتب دي على المكتبه عندي، ده هاجي ده جنبي الجنائي والاداري والدستوري، جنبي الاقتصادي المالي التشريعي هكذا. هذا نموذج مبسط لقضية أمام محكمة الإدارية العليا. الرجل صدر له الحكم البراءة وتم إبطال كل ده، وسيحال الموظف المختص إلى التحقيق. ماشي بقى؟ إذن هنا ده نموذج على الطعن على القرار الإداري. مررنا بأكثر من مرحلة، تظلمنا، لجأنا لفضل المنازعات، لجأنا للمحكمة، طعننا وهكذا. تمام؟ وكان كل ده الأدلة اللي فيه كلها القانون العام. كم هو؟ كل مطبع عضيه. كل مطبع. درست وانت درست كم قانون؟ كم مادة؟ قضية. نعم. قضية واحدة. في قضية واحدة. كم مادة؟ كم قانون؟ وبحثت في كل قانون ووصلت لغاية فين؟ شو بقول لساعتك هو؟ تزويق رشوة. ده جنائي ولا إداري؟ رشوة جنائي. ها؟ القبض المرتب إداري ولا جنائي؟ الموظف بيعمل في جهه اداريه ولا جهه ايه؟ جهه اداريه. المحكمه القضاء الاداري، محكمه النقض، شفت الحل. وفي النهايه وصلنا لايه؟ الى بان احنا اخلصنا في عملنا، وكان هدفنا مساله انسان وسيء اليه ولا سمعته ولوثت سمعه ابنائه. اذا دورك انت ضع نفسك مكان هذا الانسان، اتقي الله، اتقي الله في موكلك، اتقي الله في تصرفاتك، حافظ على نفسك على سلوكياتك. هذا جزء مبسط من القضاء الإداري أو نموذج مبسط في كيفية التحرك خلف دعوة بيحكمها ثلاث قوانين: 81-16، 49-72، 103-61، ومشيت وراهم وفي النهاية انتهيت إلى براءة موكل. أترك لكم إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار، حتى الزميل اللي جاي وقام وقيمة قانونية كبيرة في مصر إن شاء الله تستمعوا لي. أترك لكم لو في أي سؤال أو استفسار بعد إذن سيادة الأمين العام. اتفضل يا باشا. أي سؤال أو استفسار تفضل. أبدا أختتم. اتفضل يا باشا. اتفضل. صدر أو إنسان تقدم للترقية، تقدم للترقية وقالوا إن قرار الترقية أقصى مدة لي 3 أشهر. ثلاثة دي مرت 3 أشهر ولم يصدر قرار الترقية، لم يصدر قرار الترقية، ما فيش قرار، في امتناع اهو، في امتناع ايه؟ عدم صدور القرار في حد ذاته امتناع سلبي عن اتخاذ اجراء كان من الواجب على جهه الاداره ان تتخذه، فلا يتقيد بمواعيد، لا يتقيد، لان جريمه زي ما بقول جريمه ممتده، جريمه مستمره. قلت له في الاول ها؟ انت حضرتك قلت له في الاول خلاص لا يتقيد تمام. بس ليه سؤال اتفضل. السؤال
ما كان السيد مش هقدر ارفع قضيه الا اذا ده انتقاء للطلب. ما انا عشان اقول له يبقى يا جهه الاداره كان من الواجب عليك ان تتخذ قرارا خلال 3 أشهر. لماذا لم تتخذ القرار؟ هيرد عليه، مش هيرد طبعا، هيقول ايه؟ فهيمتنع عن الرد، خلاص ده تعتبر رد، باخذ هذا على الرد واطلع. لا ما تاخد انت، لا ما انت بتأيد الطلب اللي انت قدمته، بتاخد رقم تاخد رقم تاني زي خد بجرات الجنين. نعم اتفضل يا فندم. نعم ماذا لو اتفضل يا فندم، ماذا لو كان مجلس الجامعه اصدر قرارا بالعزل؟ هل كان قرار صائب ولا غير صائب؟ ايه الصواب اللي فيه؟ غير صائب اصلا، لانه لم يمر على التحقيق، الموظف لم يحقق معه التحقيق، اجراء اساسي لابد لا تسند تهمه لاي شخص الا بعد التحقيق معه. باطل على طول، اجراء باطل. نعم هنا بقى النقطه بقى ايه، انا جبتها منين دي بقى؟ اقعد اتفضل. الماده دي اسمها الماده 94، كانت الماده دي موجوده في القانون 47 78 لنظام العاملين المدنيين بالدوله. كان بيقول لك ايه؟ قالوا الحالات في الماده 25 عقوبات، قالوا الحالات التي يجب، مش يجوز، يجب فيها عزل الموظف العام. قالوا منها ايه؟ اذا ما ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وسكت لم يضف عليها شيء. طب أنا يا ربي الجرائم أو الجنح المخلة بالشرف وردت على سبيل الحصر ولا وردت على سبيل المثال؟ سبيل الحصر. طب أنا هقولك على حاجة، إنسان شرب هيروين وإنسان تاجر في المخدرات، أيهما جريمة مخلة بالشرف؟ قول يا ريس. ها؟ ما تقوله. ما تقوله. ها؟ ليه؟ عشان التاجر ده ضر آخرين. المتعاطي ضر نفسه. إذا هل التعاطي هيعد جريمة مخلة بالشرف؟ لا. هل تعد جريمة؟ مش جريمة مخلة بالشرف. هو في هو يعاقب هو. الدولة بتحاكم. الدولة مش بتحاكمه، الدولة بتعالجه. بتعالجه وخلي ايه؟ الدولة بتعالجه. زي ما اضاف الرئيس كده، مخدرات، تجارة مخدرات ده جريمة مخلة بالشرف. طب التعاطي ده هو أصاب مين؟ هو أصاب مين الأول؟ أصاب نفسه. أما التاجر ده عمل ايه؟ أصاب الدولة كلها. أصاب المجتمع كله. أصاب المجتمع كله. فهنا بقول لك بياخد أقصى العقوب. ياخد أقصى العقوب. ده يعزل من عمله وما يعزلش. ده جريم جدا. الجريمة إيه؟ الراجل ده إذا ما ارتكب جريمة أو جنحة مخلة بالشرف بيعزل. لكنني جئت في المادة 94 قعدت قلت للراجل أنت جبت النص عزلته مني ليه؟ قال له عزلته وفقا لنص المادة 25. قلت له الكلام ده اتكلمه وأنت بره. لكن ما اتكلموش مع كادر خاص. كادر خاص بينظم امر تاديبه وعقوبته قوانين خاصه. تاني؟ فذهبت الى القانون بتاعه الخاص لكي ابحث في النقطه دي، فلم اجد نصا يحكم المساله نهائي. لا يحاسب، بس جهه عمله ايه؟ تحقق معه وتحيله. وعندما تفتح معه تحقيق توقف التحقيق وتحيله اذا كان هناك جريمه ايه؟ محتاج المحكمه. ماشي؟ انا هنا النقطه ايه؟ بقول له الاجراء انت اجراء خاطئ. اجراءك خاطئ. دلوقتي الماده 94 بتقول كده. فنزلت الى القانون الخاص 49 72 لاجد نص، ابحث عن نص يحكم المساله، استند اليه القاضي في عزل هذا الموظف.
فلم اجد نصا في القانون يحكم المساله. اروح فين؟ اذا اروح للشريعه العامه. ايه الشريعه العامه؟ 81 ايه؟ فاصبحت في 81 16 كانت في لجنه اسمها لجنه شؤون العاملين، لجنه شؤون العاملين اصبحت بقت لجنه التنميه البشريه. لجنه التنميه دور ايه يا لجنه التنميه البشريه؟ هو دور لجنه شؤون العاملين. نعمل ايه؟ ان انا اشكل لجنه ثلاثيه لمحاكمه الموظف. كويس. وبعدين ممكن تنتهي فيه الى عزل. خلي بالك بقى، تنتهي الى عزل من سلطتك تعزليه. فقالوا بقى هنا جت الماده قيدته بقى، وجاء الحكم قيده. فجاءت الماده دي قال لك ايه؟ اذا ما ارتكب الموظف العام جنايه او جنحه مخله بالشرف للمره الثانيه. شوف الاضافه، للمره ايه؟ يجب عزله. اما الماده 25 عقوبات ما قالتش كده. فايهما هنا بقى نبحث بقى اين مصلحه المتهم؟ تفعيل الماده 94 ولا تفعيل الماده 25؟ الاثنين. شوف بقى هتوازن بقى بين ده وبين ده. انا قلت لو مصلحتي بقى مصلحته فين؟ هل الشخص ده وضعه الاجتماعي استاذ ايه؟ وضعه المجتمعي الاسري، اب الاسره لوست سمعتها. قلت لكم كلهم بسم الله ما شاء الله مناصب. خلاص، رجل لم يرتكب فعلا في حياته صحيفته الجنائيه بيضاء ناصعه. اذا كل هذه الاعتبارات الا توجب علي ان انا افعل ما يقع في مصلحتي 94؟ وهنا تاتي السلطه التقديريه للقاضي، التعامل بروح النص، التعامل بروح النص. ولذلك اختتم حديثي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام عام، في حديث عام: انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، انما اقطع له قطعه من النار. لو امسكنا هذا النص واسقطناه على مثل هذه الحالات لعلمنا وايقنا ان رجل القضاء الجالس او الواقف ينبغي ان يتعامل بروح القانون ولا يتمسك بالنص الجامد. لاننا اذا سالنا انفسنا لماذا شرع القانون؟ لتحقيق مصالح الناس. وعندي مبدا عظيم من المبادئ الانسانيه النبيله التي تقرر ان تحقق مصالح العباد يعني تحقق شرع الله، وحيثما تكون المصلحه فسمى شرع الله. تحقق مصالح العباد يعني تحقق شرع الله، وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. أين تقع مصلحة العباد؟ فهنا أنت كقاضي في مثل هذه القضية مما تتعامل؟ تتعامل بروح النص أو بالنص الجامد؟ هو دورك أنت بقى هنا كمحامي، كيف تجعل القاضي يتعامل بروح النص؟ يتعامل بروح النص ولا يتمسك بالنص الجامد، لأن النص شرع لتحقيق مصالح العباد. هذا هو دوره. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ها؟ لكنني سعدت بلقائكم اليوم، وإن شاء الله إذا كان هناك متسع في مواقات نفتح موضوعات جديدة في مجال القضاء القانون بصفة عامة ومجال القانون والقضاء الإداري بصفة خاصة. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.